اتمسكنا من مترو بحوث في الدق يعني. وقعدت في القسم يومين، وبعدين رحنا معسكر أمن مركزي 10:30، قعدنا فيه برضه يومين، وتم إخلاء سبيل نص الناس اللي هم اللي كانوا طلبة، اللي كان البطاقة بتاعتهم عليها طالب، حوالي 48 واحد أو 44 فرد. خرجنا إخلاء سبيل، بعد إخلاء السبيل تقريبا بعشرة أيام أو كده، القضية حكمت 5 سنين و100,000 غرامة. في الفترة من أول دخولي الزنزانة في سجن بنها لغاية ما خرجت، كان تقريبا يوميا عندي تفتيش وإهانة بالألفاظ وشتائم وكلام من نوعية انتوا عاملين رجالة برا، احنا هنوريكوا، يعني كل الكلام بيتحط في مسار واحد، ان هي عملية انتقامية ملهاش أي علاقة بالقانون أو بتأمين الدولة أو بكل الكلام اللي بيذاع على الفضائيات ليلا ونهارا. كان ما بيفتحش بقه لحد يعني. شغف ايه؟ تديني كده شغف ايه في مصر؟ مش عارف. ايه هو الاصل انه انا شغاله صحفيه في مصر، وبعد احداث فض رابعه كان في اضطهاد شديد جدا للصحفيين او اي صحفيين كانوا شغالين مع نظام محمد مرسي او اي صحفيين معارضين للانقلاب وللسيسي. فكان بحكم عملي في شبكة رصد، كانت هي من أكبر الشبكات أو الصروح الإعلامية المعارضة للنظام السيسي، فكان بيلفقونا قضايا كتيرة وخاصة بسبب التسريبات وكده. فقبضوا على 3 من زملائي الصحفيين، ولما بعد ما قبضوا عليهم كنت أنا مطلوبة للتحقيق في قضية عسكرية، فاضطريت أخرج من مصر بسببها. بس وبعد ما جينا تركيا كان في قضية تانية عليا برضو بسبب شغل صحفي ضد النظام، وطلعت حكم عليا بالإعدام في القضية اللي طلعت. في أي حتة خلينا نركب بس. في اوائل 2014 كان تم ذكر اسمي في قضيه سميت اعلاميا بقضيه التخابر مع قطر، والمتهم فيها محمد مرسي الرئيس السابق و8 متهمين اخرين. تم ذكر اسمي فيها بان انا كنت ممول لاحد المتهمين، وكنت بساعده على السكن، وكنت بديله فلوس يوميا، يعني بناء على اعترافاته وهو مسجله بالصوت والصوره. ذكر فيها اسمي وان انا اعمل في قناه الجزيره مباشر مصر في وقتها. Yeah,